الشهيد بإذن الله عبد الرزاق محمد جميل هلول، منطقة الغاب، منطقة الغاب قرية حواش محافظة حماه. تم استشهاده في فرع أمن العسكري تحت التعذيب والضرب. هاي إصلاحات بشار الأسد، لا نستسلم، نموت أو ننتصر. أسد إصلاحاته، إصلاحات بشار الأسد. يلا قيموا من الضوء يا شباب، بعدهم الضوء بس. استشهد الشهيد عبد الرزاق تحت التعذيب آثار الضرب. تم اعتقاله أثناء إسعاف ولده إلى المشفى.